احنا جاهزين ومتسابقنا الاول اللي حيكون ان شاء الله مع مشاري هو حقيقه قارئ متميز واصغر المشاركين في حلقة الليلة، كان أول المشاركين في الحلقة الثانية وثاني أيضاً المنضمين لفريق الشيخ صابر عبد الحكم هو إياد إدريس محمد ياسين، ويوقف مع زميلي مشاري اللي أمسي عليه بخير. يا مرحبا يا مشاري. يا حياك الله، مسي عليك بالخير ونور والسرور وعسادة المشاهدين ولجنة التحكيم كذلك. الله يحييك يا مشاري، يا مرحبا ويا هلا وسهلا. الله يحييك بقيك. جاهزين يا عبد الله نستقبل أول المشتركين؟ بسم الله احنا جاهزين. حياك الله يا إياد. حياك الله يا إياد إدريس، شخبارك؟ الحمد لله. شلومك، جاهز اليوم؟ جاهز. مستعجل ولا لا مروق اليوم تأني؟ يعني ها نص نص ها؟ ايه. طيب قولي كيف كانت تدريباتك لحلقة اليوم؟ يعني قدرت اني استفيد من هذا ايش اسمه؟ توجيهات الشيخ صابر. توجيهات الشيخ صابر واستفدت منها. الحمد لله. طيب مين اللي يتابعك اليوم؟ عائلتي. ما شاء الله، ايش تقول لهم الآن من الكاميرا؟ ان شاء الله افوز. وباذن الله يا رب ان شاء الله تفوز يا اياد. اياد جاهز؟ بإذن الله. الجمهور جاهز واللجنة تنتظرك اليوم. إياد اللجنة في انتظارك. إياد إدريس محمد ياسين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صلاتي جميلة وصوتي جميل، التنبيهات خفيفة جدا. والذين هم والذين هم قرأتها كلها، والذين هم والذين هم، لا حاول تفصل، والذين هم غير والذين هم، كأنها كلمة واحدة، كأنهم كلمتين، واضح؟ إياد، أوه الشيخ يوسف ما شاء الله تبارك الله، انتهى الوقت في آخر لحظة. الشيخ يوسف أضاء الإضاءة الخضراء، الآن الاختيار عندك، فكر وقرر، الشيخ صابر ولا الشيخ يوسف حتكون في فريقه؟ ثق تماما، أي واحد من معلمي القرآن حتكون معاه، حيدربك على القراءة الصحيحة، على مخارج الحروف، على التجويد، حيعطيك الملاحظات كما هي. انت تقرر مين حتختار، فريق الشيخ صابر ولا فريق الشيخ يوسف؟ غمض عيونك كذا. ترى بسوي فيك مثل ما سويته اللي امس. لا اخترنا احنا الاثنين ترى. فريق الاستاذ صابر. اياد كمان متميز جدا حقيقه مع صغر سنه ونعومه صوته وجماله. به تعلو مراتبنا، فيا طوبى لمن حملا، وطيبة في سنابلها تباهي الكون مكتملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
ما شاء الله تبارك الله. اهلا يا اياد، اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا يا اياد. طيب ابدا مع الشيخ يوسف، مع اول متسابق من فريق الشيخ صابر اياد. ما شاء الله عليك يا اياد، متميز حقيقه، وادائك في المرحله هذه افضل من الماضي من المضت، يعني ما شاء الله عليك. ملاحظ عليك انك تداركت بعض الملحوظات اللي اعطيت لك، ولعل الشيخ صابر له دور كبير فيها. ممتاز جدا في الاداء، في الصوت، في حتى يعني طريقه قراءتك كانت متميزه من ناحيه يعني الايات وقوتها. اعجبني فيك حركه حلوه اعجبتني وركزت عليك، انك كانك متدرب عليها كويس، اللي هو انك تاخذ النفس قبل ما تبدا بالايه، يعني تاخذ استعدادك عشان تقف وقف طيب، مثل في قوله تعالى لو انزلنا هذا القران على جبل، لاحظت اخذت النفس من الانف ثم بدات تقرا. وكذلك عند قوله هو الله الذي لا إله إلا هو، أيضا وقفت وبدأت حسن. لذلك كان الوقفات عندك جميلة جدا، ما كان فيه أي يعني وقف في محذور أو فيه حتى في شك من محذور، وهذا تميز حقيقة. إذا في ملحوظة يسيرة الجبار الباء لو رققتها أفضل. أنت قلت الجبار، الصحيح الجبار، جبا ها، كان هذه فقط. عارف الشيخ صابر يمكن ما تعجب هذه، بس لابد منها، لابد ترقق الباء. ولا الشيخ صابر شو مبسوط على قراءتك، وانا ايضا مبسوط، واظن المستمعين كذلك مبسوطين. اكيد اكيد مبسوط. بارك الله فيك اياد. شكرا شيخ يوسف. شيخ عبد الرحمن، تعليقك على قراءه اياد. اولا اياد ما شاء الله تبارك الله، جلسه صحيحه، النفس كما ذكر الشيخ صابر ايضا تاخذه بطريقه صحيحه، الشيخ يوسف ايضا النفس تاخذه بطريقه صحيحه، القراءه سلسه فيها سرعه قليلا، يعني بعض الشيء كأنها قراءة الصلاة يعني. أتمنى طبعا، أنت عمرك صغير، كم عمرك يا إياد؟ 10. كم تأخذ من القرآن ما شاء الله؟ 15. ما شاء الله تبارك الله يا إياد. أعتقد قراءتك لو كانت في صلاة التراويح تكون جدا رائعة ممتعة يا إياد. كم بس كذا يبغى لك تركز على إيش؟ بعض مخارج الحروف تقويها في النطق، ولا ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة، الله يوفقك يا إياد. طيب شكرا لمشايخ شيخ يوسف شيخ عبد الرحمن، شكرا لك اياد استريح، يعطيك العافيه. كان هذا اول متسابق صراحه، يعني انا يمكن انتم ما شفتوا اللقطه، طول ما المشايخ يعلقوا على الشيخ اياد والشيخ صابر يبتسم ابتسامه جميله ينتظر، ولا لا شيخ صابر؟ اي طبعا. بس ايش سر الابتسامه؟ ولا عشان اصغر متسابق؟ لا والله مبسوط من اياد. يا سلام يا سلام، يعطيك العافيه الشيخ صابر. وباذن الله تعالى يمتعونا بقيه المسابقين من فريق الشيخ صابر بما ابدع به اياد ايضا.